عندما تحل الكارثة وتنزل العقوبة لا ينفع حينها الندم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الأخطار محدقة بنا من كل مكان، إذن أين أماننا؟ أين خلاصنا؟ أين نجاتنا؟ أين نجاتنا؟ إن كنا نبحث عن النجاة فصلاتنا هي نجاتنا. نعم، صلاتنا هي سبب نجاتنا من الأخطار والأمراض والأشرار، هي بلسم حياتنا، هي زهرة وجداننا، هي سعادة قلوبنا، إنها كل شيء في حياتنا، إنها صلاتنا. هكذا نؤمل أن تكون، ولكن الواقع بخلاف المأمول. كم هم أولئك الذين لا يصلون لله ركعة وهم يعيشون بين أظهرنا، ماذا قدمنا لهم؟ كم هم أولئك الذين لا يصلون سوى الجمعة والأعياد فقط؟ كم هم أولئك الذين يؤخرون الصلاتين والثلاث بل والأربع بدون عذر سوى بسبب انشغالهم بتفاهات الحياة؟ كم هم أولئك الذين يغطون في نوم عميق ومنادي الله ينادي للصلاة في الفجر، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يجتمع إلا الصف والصفان في أحسن الأحوال. إنها كارثة يوشك أن ينزل الله بنا العقوبة إن لم نسعى لتصحيح أحوالنا مع الفريضة المنسية. الفريضة المنسية أسئلة نبحث عن إجاباتها لنجليها ونكشف الحقيقة، وللحقيقة فقط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها الصلاة حياة القلوب وغذاء الأرواح وعماد الدين، إن صلحت صلحت بقية أنشطة المسلم في حياته، هي كل شيء بالنسبة للمسلم يجد بها سعادته ويتلذذ بمناجاة ربه ودعائه والتضرع بين يديه. يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، إنها راحة، راحة راحة نفسية، طمأنينة. الدنيا مليانة مشاكل وهموم وضغوط، الآن الضغط من أشد أمراض العصر فتكا. ما هي العلاجات لضغوط العمل؟ الضغوط المادية، الديون تشكل عبئا على الناس. الناس يبحثون عن وسائل الراحة، يسلكون سبل الترفيه، يذهبون في السياحات، لكن الراحة الأكبر في الصلاة. يا بلال أرحنا بالصلاة، لم يقل أرحنا من الصلاة، فوا عجبا ممن لا يسجد لله. المؤمن الحقيقي لا يجد أصلا راحة إلا في الصلاة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا أرحنا بها يا بلال، وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك بالعكس، أنت إذا لم تصلي تجد نفسك قلق ومضطرب، ولا ذلك يقولون يعني أكثر الناس الذين يعني تمتلئ بهم مصحات النفسية والذين يقدمون على الانتحار هم الذين لا يصلون، وهذا في يعني استبانات وإحصائيات موجودة. والله عز وجل أنعم علينا بالبصر وأنعم علينا بالكلام
وأنعم علينا بالمشي، وأنعم علينا بهذا الإسلام، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشهامة تفرض على الإنسان أن يحرص على أداء هذا الواجب عليه، فكيف والله عز وجل قد أمرنا بها؟ الليل والنهار تغدو عليك نعم الله عز وجل، لو قطع عليك نفس واحد ما استطعت أن تمشي في هذه الحياة. قلبك هذا الذي يدق يوميا منذ الصباح إلى وأنت نائم هو يستمر في هذا الدق إلى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة في حياتك، من الذي يجعله يعمل؟ هو الله. أليس من واجبك عندئذ أن تقوم بشكر نعمة واحدة فقط لله عز وجل بقيامك بهذه العبادة والشعيرة له سبحانه وتعالى؟ حينئذ نتعجب ممن يتركون الصلاة خلفهم ظهريا، لا يلقون لها بالا، أو إن أدوها أدوها كحركات مجردة من روحها، فلم تنههم عن الهفوات ولم تردعهم عن الزلات، لأنهم لم يقيموها حق القيام. فريضة بهذه الأهمية لا يمكن أن يكون المراد منها مجرد فعل روتيني تفعله أحيانا ثم تخرج منه ولم يحقق لك أي شيء. ولأجل هذا عندما نشاهد ونقرأ الآيات والأحاديث في شأن الصلاة نجد أنها دائما مرتبطة بالثمار المقصودة منها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده. لماذا يأتي الرجل يقول يا رسول الله إن فلانا يسرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. يعني ليه كان يعني الناس في أيام السلف الصالح تنهاهم هذه الصلوات، ويأتي الواحد منهم بنفسه يعني معتذرا ومن نفسه، يعني لأنه في شيء في صلاته يدفع للاعتراف ويدفع للاعتذار ويدفع للاستغفار، وهو أنهم كانوا يؤدون الصلاة على حقيقتها، يؤدونها كما نزلت من الله وكما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندما تقام الصلاة، الإقامة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل من عباده بخشوع وتؤدى ومراقبة لله سبحانه وتعالى وإقامة أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، نجد أن هذه تؤثر على داخل الإنسان على قلبه، فتنمي جانب المراقبة لديه، فتصبح العبارة لا تخرج من فمه إلا هو يحسب لها ألف حساب. لماذا؟ لأنه يراقب الله جل جلاله. إني أعيش صلاتي، أحيا صلاتي كأنها هذه حياتي، كأني إذا في صلاتي خلاص أنسى كل شيء، أنسى الهموم وأنسى الدنيا وأنسى المشاغل. والله هذا أنا أحلف بالله، والله لو صلى الصلاة الحقيقية الشباب والفتيات والرجال والنساء ما رأينا معاكسين، ولا رأينا معاكسات، ولا رأينا من تعلق بغير الله، ولا رأينا من ذبح لغير الله، لأن قلوبهم هؤلاء كلهم خضعت بين يديه. تسجد، تخيل أنت يوميا كم سجدة تسجد بين يدي الله، كم استغفار تستغفره في الصلاة، كم تلاوة، كم عبادة. الفاتحة التي يسميها ابن القيم الشافية المعافية الهادية جمعت كل الخيرات، لو كررها العبد حقيقة التكرير وهي في الصلاة تخيل كيف تكون شؤون حياة هذا الإنسان. ويا عجبا من حال الكثير منا مع الصلاة، ندخل فيها ونخرج منها وما كأن شيئا قد حدث، بينما يتأثر غير المسلمين بالصلاة تأثرا كبيرا فقط بمجرد رؤيتهم للمسلمين وهم يؤدون هذه العبادة الجليلة. يا أخي، الناس كفار لما رأوا منظر المسلمين يصلون تأثروا. يقول كاتب وعالم أثار فرنسي: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حادة، دون أن يصيبني أسف محقق لأنني لست مسلما. وهكذا يقول أرنولد: في الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة تزكية خاشعة مؤثرة، لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد غير متأثرين. واحد من اليهود يقال له سعيد بن الحسن من يهود الإسكندرية في عام 1238 ميلادي، كان من أسباب إسلامه بشهادة أحد المؤرخين الغربيين الصلاة. كان يقول: مشهد صلاة الجمعة في المسجد
كان عاملا حاسما في تحول سعيد بن الحسن أعد يهود الإسكندرية إلى الإسلام. ها هو أحدهم الدكتور إيان، بريطاني الجنسية، خبير في الاقتصاد، ينطق بالشهادتين في أحد مكاتب تعريف الإسلام في لبنان، ويغسل بعدها ظلام الكفر بماء الإسلام، ويصف قدميه لله تعالى ويسجد بين يديه. أنا محمدا محمدا رسول الله رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله رسول الله. وإذا تأملنا في حال كثير من أبناء المسلمين مع الصلاح، نجد للأسف الشديد تفريطا واضحا في المحافظة عليها أو أدائها في أوقاتها، وهذا نذير خطر يحدق بنا له نتائج وخيمة ونحن عنها غافلون. الصلاة المفروضة عماد الدين وركنه الركين أصبحت اليوم مع كل أسف محل استخفاف البعض وسخريتهم واستهزائهم وتردرهم، فهي ضائعة مهملة عند كثير من المسلمين، منسية مؤخرة عن وقتها عند آخرين، تفعل في غير الجماعة لدى الباقين. وما أشد خوفي أن يكون بعضنا قد اقترب من وعيد الجبار جل جلاله في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، وإنما المراد بإضاعتها السهو عنها والغفلة حتى يخرج وقتها. ولذلك قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين وتوعدهم بالويل لسهوهم عن الصلاة، فهم يصلون ولكن قد يخرجون الصلاة عن أوقاتها، فيصلون الصبح بعد طلوع الشمس والظهر بعد العصر وهكذا. لماذا ترك كثير ممن ينتسبون إلى ملة الإسلام الصلاة؟ تركوها أنواعا، تركوها أشكالا مختلفة متباينة، فمنهم تارك لها بالجملة، ومنهم من يجمع الفروض أحيانا، ومنهم من لا يصلي إلا الجمعة، ومنهم من لا يصلي إلا الأعياد، ومنهم من لا يصلي بل يصلى عليه. ويقول إن تقصير المسلمين وتفريطهم في حضارتهم، ما عندنا تواصل مع الحضارات الأخرى، ما عندنا حوار مع الحضارات الأخرى، نحن متخلفون صناعيا، ما نصنع حتى أقل الأشياء، نحن متخلفون زراعيا، ليس لنا صوت في المحافل الدولية وكذا وكذا. ولا بد أن الإسلام يكون له صوت مسموع. تسأله أنت كم صلاة تصلي في المسجد؟ ما يعني يمكن صلاة واحدة في اليوم. هو هذا الشخص اللي يتكلم في يتكلم وينظر ويتكلم ويكتب في الإعلام، وهذا هو مفرط فاقد الشيء لا يعطيه. والله لكم رأينا أساتذة في أعلى الدرجات العلمية كما يزعمون، ولا يسجد أحدهم لله سجدة، ولا يركع أحدهم لله ركعة. وهنا لا بد لنا من وقفة مصارحة
إن كان التفريط في الصلاة بصفة عامة فإن هناك تفريطا بفريضة كادت أن تنسى من كثير من المسلمين، إنها الفريضة المنسية، صلاة الفجر. الصلاة الصلاة خير من النوم. إن المساجد تشتكي من قلة المصلين في صلاة الفجر. هنا في أحد المساجد بالرياض قمنا بتصوير عدد المصلين في صلاة الفجر فلم يتجاوز الصفين، وفي ذات المسجد لصلاة المغرب زادت الصفوف إلى 6 صفوف، فأين هم إذن في صلاة الفجر؟ أنها في الوقت الذي تعد فيه من أفضل الصلوات، كما ثبت في الحديث أفضل الصلاة صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة، والأحاديث الأخرى في فضلها، في نفس الوقت هي أكثر صلاة يغفل عنها. فمن خلال عدد من الإحصائيات تجد أن العدد يتناقص ما بين 30 إلى 50% بين صلاة الفجر وصلاة العشاء على سبيل المثال. في مناطق يا أخوان، في مناطق يعني لا يسمعون الأذان، لا يسمح لهم برفع الأذان، مع ذلك يصلون، يصلون الفجر ويصلون غيره. ممنوع الأذان، ممنوع رفع الأذان في بلدان غربية وبلدان شرقية وبلدان الأقليات، يعني مسلمة فيها أقلية، أو يعني ولا يوجد في مظاهر الحياة ما يشجعهم، وملاهي وفتن وكذا وكذا، ومع ذلك يلتزمون. إحنا كيف يعني الآن إحنا في بلدنا تسمع الأذان وتسمع في بعض الأحيان في أكثر من مؤذن في نفس الوقت، يعني كأن الحجج يعني متراكمة ومركبة، حجج مركبة عليك هذا الأذان. طيب أنت ما قمت بالأذان الأول، قم بالأذان الثاني. واجب على الناس التناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، الجيران يتناصحون، الأهل الأحياء يتناصحون، كل من هم في الأماكن عليهم أن يتزاورون حتى ينقذون هذه الأمة. إذا تركنا المساجد بهذه الصورة، ما في العشاء يصلي 4 صفوف 5 صفوف و10 صفوف، والفجر ما يصلي إلا صف ونصف. أين الآباء؟ بعض البيوتات يوجد فيها 10 أشخاص. الآن الفلل، العمائر السكنية، أين هؤلاء كلهم؟ نعم، أين هؤلاء كلهم؟ إذا كانت بقية الصلوات ربما يعذر من لا يصلي في المسجد أنه في عمل أو في أشغال خارج حيه، لكن في صلاة الفجر أين هم المصلون؟ ما في صلاة يجتمع فيها أهل الحي مثل صلاة الفجر، ويعني الواحد أحيانا يظن أنه ما يصلي ولا 10% في المسجد ممن تجب عليهم صلاة الجماعة، خلي النساء والصغار ولا، لكن ما المفروض تكون صلاة الفجر أكثر من المغرب والعشاء، لأن ما الحي ليس أهله كلهم موجودون فيه وقت المغرب والعشاء، لكن كلهم في وقت الفجر موجودين، لماذا لا يخرجون؟ النوم، لذة النوم. ما هو فقط لذة النوم، ضعف الاهتمام بالصلاة. لو الواحد عنده رحلة دولية وقت صلاة الفجر ماذا يفعل؟ 20 منبه أصلا ما ينام تلك الليلة، ولأنه ينام على قلق فيصحو بسرعة متيقظ، لكن الصلاة لا. إذا كان عندك موعد لرحلة طيران أو موعد مهم جدا في فترة الصباح، مثلا 3 أو 4 صباحا، هل تحرص على الموعد هذا بشكل جدي؟ والله أقول لك بكل صراحة، احتمال بعد ما أنام، احتمال أني ما أنام أو أنام قبل اللي أستيقظ، وأخبر زملائي كلهم، يعني أخبر فلان وفلان حتى الأهل، أخبرهم الرحلة لا تفوت وكذا وكذا، يعني أكون حريص شد الحرص، بالذات إذا كان في موعد ولا كذا. طيب إذا كان هذا حرصك على هذا الموعد الذي هو شيء دنيوي،
لماذا لا يكون هذا الحرص على أداء الصلاة في وقتها بالنسبة للفجر؟ والله الإهمال والبعد عن الله، لكن إن شاء الله بإذن الله. أنا أنت قلت لي بكل صدق وأنا أقول لك بكل صدق، يعني هذا حالي وحال أغلب الشباب، يعني لا أدعي المثالية ولا أقول أني مواظب على الصلاة، ولا أقول أنا مواظب على الصلوات كلها، لكن صلاة الفجر فساعة وساعة، صلاة الفجر بالذات لي. لو عنده موعد مع أمير، أو عنده موعد مع مسؤول، أو عنده موعد مع أو ها أو في شيء في عمله، ما بينام ذيك الليلة أصلا، فيهتم بالموعد ويستعد يقوم قبل، أو عنده موعد في مع طائرة أو رحلة أو شيء يحبه، سواء كان متكرر أو غير متكرر، سيعمل كل الوسائل من أجل أن يقوم. والأدهى من ذلك من يتعمد وضع منبه الساعة على وقت العمل في الصباح وينسى أو يتناسى وقت صلاة الفجر. وبعضهم يتعمد يحط المنبه بعد شروق الشمس، وعند الناس العمل والدراسة أهم، وتجتهد الأم والأب في إيقاظ الولد للمدرسة أكثر من اجتهادهما في إيقاظ للصلاة. وهذه مشكلة، والقضية خطيرة، يعني بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. حضارة المسلمين شيدت بالصلاة، شعب بغير عقيدة، ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أنا وقت الجوال يعني على الساعة تكون 7:30 كذا أكثر الأحيان، يعني وأقوم أصلي الفجر وبدأ نمشي دوام. طيب يعني ما تشعر لما أنت توقت الجوال على الساعة 7:30 أنك فوت صلاة الفجر مفترض توقتها على وقت الأذان، وبعد ذلك ترجع وتنام بعدين تروح المحاضرة؟ مفروض صراحة يعني، بس تعرف يمكن ما تقدر تقوم، ولا إذا قمت صلاة الفجر الدوام يروح عليك، يمكن ما تدري يعني. طيب ما تشعر أن الآن أنك أخرجت وقت صلاة الفجر عن وقتها؟ والله الصراحة مقصرين يعني بصلاة الفجر، يعني بصراحة مقصرين بالصلاة، مفروض نحن نكون مبكر يعني وصل الصلاة في وقتها، لكن تعرف الدوام وكذا. كيف تقدم العمل الوظيفي على صلاتك؟ كلنا يعرف أن العمل الوظيفي لن ينجيه يوم القيامة، وإنما الذي ينجيه عمله الصالح، فكيف يقدم هذا العمل الوظيفي ويضع له الساعة والمنبه والصلاة لا يضع لها شيئا، بل قد يتعمد النوم عن الصلاة حتى يستيقظ لعمله الوظيفي، وهذه مصيبة حقيقة. تريد تعرف مقدار المأساة؟ اسمع بارك الله فيك. زرت ثانوية من الثانويات منذ أيام مضت، وبعد أخذ وعطاء تعداد المدرسة أكثر من 800 طالب في ريعان الشباب، أعمارهم تجاوزت 18 و19 و20 عاما، رجال المفترض أنهم يغيروا الواقع، أنهم يبدلوا الحال. سألتهم بعد أخذ وعطاء، أصدقوني في سؤالي هذا، من منكم صلى الفجر في جماعة؟ كم تظن من 800؟ 100 200 أم 3 أم 400؟ والله الذي لا إله إلا هو لم يتجاوز العدد 20، لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعدادها 800 طالب، 20 طالبا فقط، و780 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق. كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال وأمتنا ضيعت الصلوات؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صلاح الدين الأيوبي كذلك بعد الصلاة يمر على الناس يصلون يقول من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر، يمر على قوم نائمين وقت الفجر يقول من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. والآن نحن مهزومين ليش؟ لهذا السبب. صلاة الفجر في موعدها تعيد تنظيم اليوم بالكامل، في بركة أصلا، هذا وقت تقسم فيه الأرزاق والبركات. أنا أعرف بعض الشباب يعني يحط المنبه عند الدوام قبل الدوام يمكن بربع ساعة أو نص ساعة عشان يبدأ يداوم، وبعضهم أصلا ما يصلي. قام فريق البرنامج بتوزيع استبانة على عينة عشوائية تقدر ب182 من طلبة المرحلة الثانوية. طرحنا عدة أسئلة، كانت منها: هل تؤدي صلاة الفجر جماعة في المسجد أم تصليها حينما تقوم من النوم للدراسة؟ فكانت النتيجة 41% يصلونها في وقتها، و57% يصلونها حينما يقومون من النوم. من صلى الفجر فيه في ذمة الله، إذن الذي لم يصلي في ذمة من؟ في ذمة إبليس. الرجل الذي استفتح يومه بلا صلاة فجر، والله إن من المحزن، وأقول رسالة لمن يرانا ويسمعنا، اتق الله يا رجل. تستيقظ لدوامك لكي معيشة بطنك وتخاف عليها، وما تخاف على آخرتك. الصلاة العهد الذي بيننا، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. كيف نريد نكون نوجد موظف مبدع وموظف أمين وموظف يتقي الله وموظف وموظف، وهذا الموظف جاء ليومه أصلا هو بينه وبين الله ما بينه وبينه الله علاقة؟ إنه أمر يدعو للعجب، وأنت تسير وقت الفجر لا تسمع همسا في الشوارع والأحياء، وما هي إلا ساعة أو أقل، وإذ بالحياة تنتشر في كل مكان. الشوارع مزدحمة، البيوت في حركة واستعداد للمدارس والوظائف، أفواج من الناس ينطلقون إلى معاشهم، فأين هؤلاء الناس عندما ناداهم منادي الفلاح حي على الفلاح؟ وماذا يحدث في الساعة 7 صباحا والثامن؟ ازدحام الذهاب إلى المدارس وازدحام الذهاب إلى الأعمال والوظائف. ليش ما في ازدحام في الذهاب للمسجد؟ ليه؟ لماذا لا تزدحم الطرقات؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. وفي سؤال من ضمن الاستبانة التي وزعناها على عينة الطلاب: ما مدى محافظتك على صلاة الفجر في المسجد؟ 21% دائما، 30% أحيانا، 32% نادرا، 15% إطلاقا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المدرس الذي يأتي لطلابه وهو لم يصلي صلاة الفجر كيف يوجه الطلاب؟ الضابط الذي جاء للعسكر وهو لم يصلي الفجر كيف يريد أن يوجه هذه الأمة؟ الموظف الذي يريد أن يستقبل الناس في دائرة عمل وهو ما صلى صلاة الفجر بأي وجه يقابلهم؟ هو في ذمة الشيطان. إذا طبيعي أن يسب، طبيعي أن يشتم، طبيعي أن يلعن، طبيعي أن يحقد. أما الذي استفتح يومه بصلاة الفجر فقد أصبح هو في ذمة الله، فهل يستطيع أحد ينافسه؟ يا حسرة على المفرطين، كم خسروا من الفضائل الربانية والهبات الجزيلة التي حوتها صلاة الفجر. ووالله إن كثيرا من أمراض العصر واضطراباته يمكن علاجها من خلال هذه الصلاة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ولا يحصل هذا إلا في صلاة الفجر، عندما يقوم الإنسان من منامه في ظلمة الليل، خاصة في الأيام التي تكون صلاة الفجر فيها متقدمة في الساعة 3:30 أو 4، فعندما يقوم الإنسان هو يشعر بأن الله عز وجل سوف يعطيه نورا يوم القيامة على صراطه، سيشعر عندئذ براحة، سيشعر أيضا بسعادة. فالفجر يعطيه نوع من الطاقة والنشاط والحيوية التي تستمر معه حتى صلاة الظهر، وهذه الطاقة طبعا تنعكس بشكل رائع جدا على أدائه الفسيولوجي الجسدي، يعني في استجابته للطعام، استجابته لأيضا نفس، واستجابته لأي شيء يعني يتعامل معه في ذلك اليوم.
إضافة إلى أنها أيضا تنعكس على أدائه الوظيفي مثل ما ذكرت، وقدرته في التعامل وابتسام والتعامل بشكل فيه نوع من المرح والبشاشة الرائعة جدا مع الأشخاص الذين يتعامل معهم، وأيضا يكون في هدوء حتى في تعامله في قيادة السيارة، لأنه في أثناء انطلاقه وفي مسيرة قد يتعرض لبعض الأشخاص الذين يمكن أن يعني يكون قدرة قيادتهم للسيارة ليست بشكل جيد مثلا، فيكون إنسان جاهز للتوتر إذا لم يؤدي الصلاة، لكن إذا كان مصليا للفجر فيكون في نوع من الاستقرار والهدوء والراحة، يستطيع أن يتحمل كثير من المواقف التي يعني تمر عليه. صراحة النفسية التي يؤدي صلاة الفجر والله إنه يشعر صراحة براحة وطمأنينة صراحة، بغض النظر على الذي لم يؤدي صلاة الفجر. الذي لم يؤدي صلاة الفجر والله العظيم إنه يشعر بكآبة، يشعر إنه يومه ليس يومه، يشعر بتعب وإرهاق، يشعر بضيقة نفس وعدم راحة الصدر. لكن الذي يؤدي صلاة الفجر حتى لو في المنزل تكتب له بدرجة، المهم إنه يؤدي صلاة الفجر، يشعر بالراحة والطمأنينة إنه أبواب الخير بإذن الله تعالى سوف تفرج عليه بإذن الله تعالى. ويستشعر إذا صلى الفجر فهو في ذمة الله، إذن من يستطيع عليك؟ لا ساحر ولا كاهن، ما يستطيع عليك أحد يؤذيك، الله يحفظك. ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي يذكر إلى أن الصلاة أصلا هي طب للأبدان كما أنها طب للقلوب، لأنها مليئة، ألا بذكر لا تطمئن القلوب، فهي مليئة بالذكر ومليئة بالخير. أنا بالنسبة لي يعني أشوف سبحان الله يعني بعض ألقى مخارج لبعض الأمور يعني تصير معايا، ومثلا خطأ أرتكب وكذا، يعني سبحان الله كأني ألقى مخرج أو ستر عن هذا الغلط اللي سويته أو هذا الخطأ. يعني مثلا زي ما نقول مثلا القيادة، مثلا قيادة السيارة، تعرف كيف الحوادث في الكويت اللي تصير بتقيم في الرياض، يعني أكثر من مرة أحس إن سبحان الله الله نجاني من أكثر من حادث. نعم بس أنا أتوقع أن صلاة الفجر ومواظب على الصلاة أكيد، يعني هذا اللي يتوكل على الله واللي يدعى الصباح والمساء بإذن الله فهو الله يحفظه. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي مهجتي بعد شحوبي. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب، من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. يا هموم القلب ذوبي قد دنوت للمغيب، من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. في صلاتي جنة لي من تباريح الذنوب، أشرقي يا نفس فيها واستجيبي بعد الشحوب. يا هموم القلب ذوبي قد دنوت للمغيب، من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. وانهلي برد الأماني من ينابيع السجود، في الأذان العذب روح وانتعاش للوجود. يا هموم القلب ذوبي قد دنوت للمغيب، من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد
الشحوب جئت يا رباه أشكو من ذنوب كالجبال دهت في نيل المعاصي عن محارب الجلال فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال. في صحيح البخاري يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يشير إلى أسباب الكسل عن الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، أنت ترى هذا الجسد الذي هو بهذه الجوارح الظاهرة، لكن في داخل هذا الإنسان يشعر بكسل، بخبث نفسه، لا يجد لذة لعمل صالح، لا يجد راحة في الكلام مع الناس، تجده مغضب دائما في التعامل مع أولاده مع زوجته. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الأمر، بسبب تركه لصلاة الفجر. خبيث النفس كسلان. الذي يصلي صلاة الفجر في وقتها هذا مردوده الدنيوي يكون أفضل من مردود الذي لا يصلي صلاة الفجر. لماذا؟ لأن هذا يصبح نشيطا، وإلا الذي لم يفعل ذلك، لم يفعل أسباب أن تنحل العقد 3، يصبح خبيث النفس كسلانا. خبيث النفس هو يعني نفسه تعبانة وخبيث النفس وكسلان، ولا يستطيع أن يكون نشيطا في عمله، ولا يستطيع أن يتقن أعماله. يعني أنا صراحة إذا أديت الصلاة في وقتها وخاصة الفجر قبل ما أداوم يكون الراحة نفسية ولله الحمد يعني في أداء الصلاة. أما بعد يعني لو أتأخر أو أني قبل الدوام كذا بربع ساعة قمت وأدي الصلاة يعني حس في تعب كذا وما في راحة يعني تقريبا. كيف يرضى المسلم أن يتلاعب به الشيطان فيبول في أذنيه؟ عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. رواه البخاري. بعض الناس إذا حصل عنده ضيق أو خمول فكر في تحليل سكر، فكر في تحليل للضغط، لماذا لا تفكر في تحليل صلاتك أصلا؟ صلاتك التي أنت فرطت فيها ولم تقم لصلاة الفجر، هذا هو السبب. خبيث النفس كسلان، وتجد يذهب إلى دوامه منذ الساعة 8، أحيانا قد يذهب من الساعة 8 إلى الساعة 3، انظر إلى إنجازه في هذه الساعات، 6 ساعات قد لا يكون أنجز ساعة أو ساعتين، وكان أمره فرطا. هذا الأمر الفرط هو أن الله عز وجل يكلك إلى نفسك، فتظل تتخبط ليلك ونهارك دون أن تشعر بأي إنتاجية تقدمها سواء لدنياك أو لآخرتك. أما حال صلاة الفجر في أوقات الإجازات فمؤسف للغاية. فضمن الاستبانة التي وزعناها على العينة سؤال عن حال صلاة الفجر في أيام الإجازات، أجاب 45% أنهم يؤدونها في وقتها، و13% بعد شروق الشمس، و33% يصلونها بعدما يستيقظون من النوم، و8% يصلونها أحيانا ويتركونها أحيانا أخرى، أي أنه أكثر من نصف العينة يؤدونها بعد خروج وقتها. فيا ترى ما هو العلاج لهذه المشكلة؟ الحل والعلاج في مثل هذا الوضع هو في تكرار ذكر فضائل صلاة الفجر، لأن هناك آيات تدل على فضيلة هذه الصلاة، وهناك أحاديث تدل على فضيلة هذه الصلاة، منها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا يخص صلاة الفجر، يعني قرآن الفجر هو صلاة الفجر مشهودة تشهد الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر،
فاجتماع الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يعرجون إلى الله تعالى ويخبرونه، يسألهم الله تعالى عن عباده فيقول كانوا يصلون لك ويسبحونك أو كما جاء في الحديث. فهذه الأحاديث إذا كررت على المسلم لا شك سيكون له ارتباط أقوى مع صلاة الفجر. في مسجدي على سبيل المثال في أكثر من مرة الحقيقة تلوت على أو قرأت على جماعة المسجد مجموعة من الأحاديث الصحيحة في فضل صلاة الفجر. الحقيقة لم أشغل نفسي لا بشرحها ولا بالتعليق عليها، لأن هي في الحقيقة تشرح نفسها وتوضح نفسها. كان المفاجأة أن اليوم الثاني مباشرة كان الزيادة في عدد الحاضرين لصلاة الفجر حوالي 30%. يضع حقيقة فكرة مهمة جدا في ذهنه أنه فعلا ينبغي أن يقوم للصلاة. إذا الإنسان وضع هذه الفكرة في ذهنه في الليل، عادة أي فكرة يضعها الإنسان ويبدأ يعتاد عليها بدون شك يحدث عنده ما يسمى بالساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية يعني الفكرة هذه تبرمج تلقائيا في ذهنه، وعندما تبرمج هو يقوم حتى لو لم ينام إلا ساعة، حتى لو أخذ نص ساعة يعني ليست مشكلة عنده، لأن عنده حافز داخلي، والعقل مثل ما ذكرت اللاواعي أو الباطن مثل ما يقال هو الحقيقة يستجيب بشكل كبير جدا لما يوجهه به العقل الواعي. الخطوات العملية لصلاة الفجر، أولا التبكير في النوم لازم. المسألة يعني ما يمكن واحد ينام متأخر ثم يقوم نشيط وصاحي ومتفاعل مع صلاة الفجر وحاضر، ما هي هذه صعبة. اثنين الحرص على الطهارة وقراءة الأذكار قبل النوم لأنها تعين. ثلاثة صدق النية، هو النية هذه النية العزيمة هذه التي لو عظمت يصحى الواحد لو إيش، لكن أحيانا ضعف النية وضعف العزيمة يخلي الواحد ما يقوم. وابتعد عن المعاصي والذنوب، ابتعد عن المعاصي والذنوب ولا سيما النظر المحرم، فإن المعصية سبب لحرمان الطاعة. الهزيمة النفسية أننا نقدم للشخص حلولا وطرائق حتى يستطيع ويتمكن من أداء صلاة الفجر، مباشرة يقول لنا لا أستطيع، هذا الشخص انهزم قبل أن يدخل في المعركة. نحن لا نريد أن نخادع أنفسنا ولا نريد أن تنهزم أنفسنا قبل أن تدخل المعركة. يا أخي حاول وجرب مرة واثنين وثالث، ولا بد أن تتعود. جرب قم في ظلم الليل وناجي الله سبحانه وتعالى وادعو وتضرع وابكي، وستجد أنك لن تستطيع أن تتركه بعد ذلك. كذلك في الصلوات الخمس، كذلك في صلاة الجماعة، كذلك في صلاة الفجر. أول وصية من لقمان عليه السلام لابنه هي أقم الصلاة. أثنى الله عز وجل على إسماعيل عليه السلام فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالواقع أن الذي يعني يعاهد نفسه ويحرص على أن يجعل بيته بيتا مصليا إيمانيا هو محل ثناء المولى عز وجل. هذه العملية شاقة ما في شك، ولمشقتها قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الأمر يحتاج إلى ليس صبرا بل اصطبارا، اصطبارا على الأمر واصطبارا على الصلاة. ما بين السابعة إلى العاشرة تقريبا 5400 صلاة لما نحسبها، فهذا العدد الهائل من الصلوات أنا أعتقد لو أنه أدي بطريقة يعني جيدة ومنتظمة من قبل هذا الطفل، وأيضا كان الأب متتبع أو متابع لابنه بشكل جيد، لا أقصد أنه يعني يقوم بتلقينه أو مثلا نصحه بشكل مباشر، وإنما فقط يطلب منه أن يلتزم بجملة من الأشياء في أثناء أداء الصلاة وبطريقة محببة لهذا الطفل. أعتقد 5400 ممارسة لشيء معين لا يمكن أن يكون بعدها الإنسان إلا وقد أحب هذا الشيء وتعود عليه وأصبح بالنسبة للشيء يفضله بشكل كبير جدا. أذكر لك قصة رجل في شأن صلاة الفجر، تقول إحدى البنات تقول والدي كان حريصا علينا، ما ليس بس فقط يوقظ الأولاد بل يوقظ البنات أن يصلون جميع الصلوات والفجر خصوصا يوقظنا جميعا. العجيب أن والدي إذا ذهب إلى المسجد مع إخواني أول ما يأتي من المسجد يسألنا صليتي فلانة، استفسر من الجميع. تقول الفتاة بل أغرب الغرائب والدي بلغ به الحرص لنا على الصلاة أنه حتى التراويح كان لي درجة
أنه يذهب مع إخوانه لصلاة التراويح في المسجد، فكان يسل نفسه من المسجد ويخرج بعد إحدى الركعات ويأتي إلى البيت لكي يرانا هل نحن نصلي أم لا، وهل بقي أحد من إخواني أم لا، ثم يرجع سريعا في مدة الركعتين هذا إلى المسجد وهو أصلا صاحب صلاة كثيرة في البيت. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة وهاديها يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه الترمذي. إذا كان المسلمون عددهم في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة الجمعة فهذا يعني باختصار أن دينهم مقدم على دنياهم، وهذا ما نريد، هذا يدل على أن آخرتهم مقدمة على دنياهم. فإذا إذا عدنا إلى الصلاة وانطلقنا منها لابد أن أمورنا بالتدريج لابد أن تكون أمورا حسنة وعظيمة. لقد سطر التأريخ مقولة شهيرة لأحد زعماء اليهود حيث قال لن ينتصر علينا المسلمون حتى يكون عددهم في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة الجمعة، فإن كنا نريد نصرا على الأعداء فلننتصر على أنفسنا أولا، وإن أردنا عزا في الأرض وقوة وتمكينا فلتصطف أقدامنا لصلاة الفجر في المساجد، نجاتنا وفلاحنا ونصرنا في صلاتنا. فهل سنجيب داعي الله الصلاة خير من النوم؟ نترك الإجابة للأفعال لتبرهن صدق الأقوال.